كان كديري لاباس عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي هاجر شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيتزا ديال المقلات، كتجي لذيذه وشيشه وبمقادير متوفره في كل بيت. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. حاجه غادي ناخذ هاد خميره الخبز، عندي ملعقه صغيره، غادي نضيف عليها القليل من الحليب، وغادي نخلطهم وغادي نتركهم جانبا بين ما خلط العجين ديالي. حاجه عندي دقيق فورس، كاس ديال العنبه، غادي نزيدو عليه الدقيق الاصفر، ماشي السميده، الدقيق الاصفر، غادي نضيف عليه كمية من الزعتر، شوية ديال الملح، قليل من الإبزار، وغادي نحركو المكونات. غادي نضيف هاد الكاس، كاس ديال الحليب، نقص منه شويه، درشو مع الخميره ديال الخبز كيف ما وريتكم في اول فيديو. وغادي نحرك المكونات ديالي، دابا غادي نضيف ربع كاس من الزيت، زيتون، وغادي نحرك المكونات ديالي مزيان. دابا غادي نضيف هذاك الخليط ديال خميرة الخبز مع الحليب اللي درتهم في الاول، خميرة الحلويات من وزن 7 غرام، وغادي نبدا نضيف في الماء حتى نحصل على العجين اللي بغيت. بالنسبة للماء غنضيفوه بالتدريج، وفي الأخير غادي نقول لكم شحال تقريبا الكمية اللي احتاجيت. ساليت العجين ديالي، كيكون عندي في هذا القوام، هذا ما يكونش سائل بزاف. غادي ناخذ دابا باش غادي نصايب طوماط باش غادي نخدم البيتزا. عندي مقلاه غادي نضيف فيها مطيشه وفرع ديال الثومه، شديتهم خليتهم حتى طبخوا مزيان فوق الماء، وزدت عليهم نص كاس ديال الماء حتى طابت هذيك المطيشه، وطحنتها في المولينكس. صافي، دابا غادي نضيفها هنايا، دابا غادي نضيف عليها القليل من الابزار، قبصه ملح، غادي نضيف شويه ديال الزعتر فقط كمنسف. دابا غادي نوضعها فوق النار حتى تطيب لينا، غادي نضيف لها القليل من زيت الزيتون، بعد ما طابت ليا صوص طوماط ديالي غادي ندوز نحضر المكونات الاخرى. دابا غادي ناخذ القليل من الزيت، غادي نضيفو عليه الفلفل الأحمر والأخضر، قليل من الملح، صافي، وغادي نضيف شوية ديال الإبزار،
غادي نديرهم يتشحروا ليا فوق نار مهيله حتى طيب ليا هذيك الفلفله. دابا غادي ندير البصله وغنزيد عليها شويه القليل من الزيت ديال الزيتون ثم قرصه ملح قليل من الابزار النار حتى هي طيب لينا. بعد ما طيبت جميع المكونات ديالي دابا غادي ندوز لطريقه التحضير ديال البيتزا. بالنسبه للعجين دابا غادي ناخذها الكميه ديال الماء اللي درت تقريبا نص كاس ديال الماء يكون دافئ. غادي نوضع نصف الكميه في المقلاه وغادي نسطحها فوق المقلاه نصيبها على شكل دائره. صافي من بعد ما ساليتها بحال هكا نحاول ما تجيش غليظه بزاف حيت غادي تنفخ لينا. غادي نحطها فوق نار اللي مهيله بزاف حتى طيب لينا ما يبقاش كتلصق لينا من هنا من الفوق. ملي كتولي ليا هاد الشكل هذا كيف قلت لكم ما كتبقاش تلصق لينا. غادي ناخد صوص طوماط اللي صايبت غادي نديرو فوق البيتزا من بعد غادي نضيف فرماج ديال الموتزاريلا وغادي نضيف القليل من البصل غادي نضيف الفلفل الأحمر مع الأخضر غادي نضيف الثوم دابا غادي نضيف شويه ديال الكاشير غادي نعاود ندير فرماج ديال الموتزاريلا وغادي نضيف زيتون اخضر ولا اسود انا ما متوفرش عندي الاسود صافي وغادي نعاود نحطها على نار اللي مهيله حتى يطيب لينا هادشي ويذوب لينا الفرماج. دابا وضعتها فوق النار وغادي نغطيها باش يذوب ليا هاد الفرماج اللي الفوق. بعد ما طابت ليا البيتزا ديالي كتجي محمره من التحت. دابا غادي ندوز للثانيه باش نصايبها غادي نوضع كميه اخرى حاولوا تركوها حيت الاولى بحال جاتني شويه غليظه
غادي نبقى بحال هكا حتى نديرها على شكل دائري. بعد ما ساليتها غادي نحطها فوق النار كيف ما درت في البيتزا ديالنا الاولى. طابت غادي نوضع صوص طوماط دابا غادي ندير الفرماج ديال الموتزاريلا غادي ندير البصل من بعد غادي ندير قطع ديال الفلفل الاحمر والاخضر غادي نضيف الثوم بالنسبه للثوم اي واحد كان متوفر عندكم ولا اي واحد استعملتوه بحال بحال صافي وغادي ندير الكاشير غادي نزيد فرماج ديال الموتزاريلا صافي وغادي نضيف قطع ديال الزيتون وغادي نوضعها حتى هي فوق النار حتى طيب يذوب لينا هذا الفرماج وغادي نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديال البيتزا. من بعد ما طابت لينا البيتزا دابا غادي نوريكم الشكل النهائي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا. كتجي غزاله ثوما ورقيقة مغليضاش بزاف كتجي رائعة حسن من ديال الفرن. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها والفيديو ديالنا كيكون سهلة كنتمنى انه يعجبكم وما تنسوش تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم وإلا كنتو جداد دخلوا ضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بكل جديد وهنا كيكون الفيديو سهلة وبسلام عليكم.